رئاسة الجمهورية تخصص 100 مليون جنيه لمتضرري السيول وإصلاح التلفيات بالمحافظات المدارة. ورئيس الوزراء يوجه بحصر الأضرار وتوفير الخدمات للمواطنين. ووزارة الصحة تعلن وفاة 26 مواطن وإصابة 72 بسبب الأمطار والسيول بالمحافظات. ووزارة الخارجية سنراجع موقفنا من منظمة التعاون الإسلامي بعد تجاوزات إياد مدني. ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان تسلم رئيس المجلس قائمة للإفراج عن محبوسين خلال 48 ساعة. والتموين إحالة 3 مسؤولين للنيابة العامة لاستيلائهم على 8.5 مليون جنيه من أموال الدعم. مساء الخير، رحب بحضراتكم معانا يوم جديد من الحياة. اليوم بداية الأسبوع، هنتابع مع حضراتكم أهم أخبارنا اللي في مقدمتها طبعا متابعة لحالة الطقس السيء، السيول والأمطار الغزيرة اللي شفناها طبعا في عدد من المحافظات واللي أدت لأضرار كبيرة وصلت لحد الوفيات، شغل الحكومة في المسألة دي وتكليفات السيد الرئيس. كمان النهاردة هنتابع البرلمان والحكومة ومتابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب. وبالمناسبة دي كمان هيكون معنا فقرة النهاردة هيكون ضيفنا فيها دكتور أسامة الغزالي حرب، بنشوف بقى شاف ازاي المؤتمر، شاف ازاي التوصيات اللي دار في المؤتمر، الحوارات، الكواليس، يعني هنفتح النقاش معاه إن شاء الله في أمور كتيرة. كمان النهاردة معنا فقرة هيكون ضيفنا فيها السيد صادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق وأحد طبعا الوجوه المعروفة في المعارضة، علشان نتكلم طبعا ليه تصريحات مهمة وخطيرة في الأيام اللي فاتت بعد انتهاء مؤتمر الحوار في السودان، الحذر من انتفاضة شعبية في السودان، وقال انه الحوار ده مش هيؤتي ثمار ومفيش اي نتائج ليه على الارض. كمان نتكلم عن طبيعة العلاقات المصرية السودانية في الفترة الاخيرة وازمة سد النهضة واثيوبيا ومواضيع كتيرة ان شاء الله نفتحها للنقاش معاه. نبتدي بقى اخبارنا مع حضراتكم بمتابعة السيول والامطار اللي ادت امبارح لاضرار كبيرة في عدد من محافظات البحر الاحمر والصعيد. النهاردة وزارة الصحة والسكان أعلنت عن ارتفاع ضحايا السيول ل 26 شخص وإصابة 72 آخرين. كمان النهاردة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل زار مدينة راس غارب والغردقة وعدد من المناطق اللي تعرضت للسيول عشان يتفقد الأوضاع ويشوف حالة المنشآت اللي اتضررت، واستمع كمان لمطالب وشكاوى الأهالي. المهم إن هو هناك بوجه بضرورة الإسراع لتوفير كل الخدمات وأوجه المساندة اللازمة للمتضررين من السيول، وأنه هيكون في حصر شامل لكل الأضرار اللي حصلت علشان يتخذوا الإجراءات الضرورية. رئيس الوزراء أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض كل اللي اتضرروا من السيول، بالإضافة ل 50 مليون جنيه تانيين لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل في المناطق اللي اتضررت. الكلام ده حصل خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء النهارده بالقيادات التنفيذيه بمحافظه البحر الاحمر، كان حاضر وزراء التنميه المحليه والنقل والري ومحافظ البحر الاحمر. رئيس الوزراء قال انه لازم تنتهي لجنه التعويضات خلال اسبوع من اجراء الحصر الشامل للاضرار علشان يبقى في اسراع في صرف التعويضات اللازمه. عندنا كمان النهاردة إدارة الأزمات بمدينة القصير الحمد لله قدرت أنها تنقذ أتوبيس سياحي تعرض للانحراف في طريق القصير مرسى علم في الكيلو 25، الحمد لله ما حصلش أي خسائر في الأرواح. وزارة الموارد المائية والري أعلنت هي كمان النهاردة أن مناسيب الترع تم خفضها للحدود الآمنة، وأنه بيحصل تنسيق كامل مع الإدارة المركزية علشان يتم توزيع المية لإحكام مناسيب الترع بما يتماشى مع الأمطار وضمان استيعاب أي كميات من المطر وأنه ما يحصلش لا قدر الله غرق للأراضي الزراعية.
برضو في نفس السياق وبنشوف الحكومة بتعمل إيه في الموضوع ده. وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت النهاردة إنها مستمرة في ضخ السكر للأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وأكدت استعدادها لتوفير أي كميات من السكر للسلاسل التجارية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وكمان تم وضع خطة طوارئ لضخ السلع حال وجود سيول بأي محافظة. في نفس السياق برضو عندنا وزارة الكهرباء النهاردة طلبت من المواطنين ان هم يخلوا بالهم كويس قوي هم بيتعاملوا مع اي يعني اعمدة انارة او اكشاك كهرباء في الشوارع اثناء ما يكون في مطرة، وان هم يلجأوا لفرق الصيانة حال حدوث اي انقطاعات حرصا على سلامتهم. والوزارة قالت ان يعني في رقم تليفون خدمة العملاء في وزارة الكهرباء رقم 121 ده على مدار 24 ساعة علشان نبلغ عن أي عطل فني بسبب الظروف الجوية علشان فرق الصيانة تاخد اللازم. ضرب فصل الشتاء مبكرا هذا العام محافظات متفرقة على مستوى الجمهورية وأغرق بعض المناطق بالسيول والأمطار الجارفة التي أدت إلى وقوع إصابات ووفيات، بالإضافة إلى إغراق البيوت والشوارع خاصة في مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، وكذلك وقوع العديد من حوادث الطرق لا سيما انقلاب الأتوبيس السياحي بطريق ناسوهاج بالكيلو 110. ففي مدينة رأس غارب اقتحمت مياه السيول منازل الأهالي وأغرقت الطوابق الأولى منها، وتسببت قوة المياه في جرف عدد كبير من السيارات من أمام المنازل للأماكن الأخرى، مما أدى إلى وقوع 7 وفيات و23 مصابا. ودفعت القوات المسلحة ومجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من السيارات لشفط مياه السيول. وخلال تفقده للآثار المترتبة على السيول بمنطقة رأس غارب، استمع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمطالب أهالي المدينة والمتضررين، ووجه بضرورة الإسراع لتوفير كافة الخدمات وأوجه المساندة اللازمة وإجراء حصر شامل بكافة الأضرار الناجمة لتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين. وتعرض طريق قنا سوهاج بالكيلو 110 لسيول غزيرة، مما أدى إلى وقوع حادث انقلاب أتوبيسين وسيارة تريلا وسيارة نصف نقل، كما عثرت فرق الإنقاذ محافظتي قنا وسوهاج على 7 جثث جديدة من ضحايا السيول، كما شهدت قرى الصوامع شرق والجلوية وبني واصل ونزلة الحاجر بمركز سقلطة بمحافظة سوهاج نزول مياه السيول من أعلى الجبال الصحراوية في المخرات دون خسائر في الأرواح. وشهدت أماكن متفرقة بمحافظة السويس سقوط أمطار خاصة بجبال عتاقة والعين السخنة، حيث أسفرت الأجواء عن انهيار جزئي لمنزل مكون من طابق واحد دون وقوع إصابات بشرية. يأتي هذا فيما أغلقت هيئة الطرق طريق العين السخنة زعفرانة بسبب شدة ضرب السيول للطريق. وأغلقت الأمطار الغزيرة طريق الفرفرة أبو منقار الرئيسي بالوادي الجديد والواصل إلى مركز الدخلة، وذلك بعد أن تعرضت مدينة الفرفرة لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار والسيول التي أغرقت الطرق. احنا معانا على تليفون دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور خالد، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير استاذة لبنى، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا دكتور. خلينا الاول ندقق كده ونتاكد من الرقم، يعني اعداد الضحايا ضحايا السيول كام بالظبط والمصابين وحالهم؟ هو اولا طبعا بعد تعرض البلاد للامطار الغزيرة في الفترة من يوم الخميس الموافق 27/10 الساعة 5 صباحا وحتى يوم السبت الموافق 29/10 اليوم الآن، إجمالي عدد المصابين 72 مصاب. أيوة. وإجمالي عدد الوفيات 19 حالة وفاة، نتقدم بخالص التعازي للمصابين. 19 يعني حالة وفاة و72 مصاب. 72 مصاب. الحالات المصابين الحمد لله يعني كلها إصابات طفيفة، كدمات وحاجات في أماكن متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمختلف المستشفيات، وفي حالات كثيرة منهم بالفعل خرجوا والمتبقي تحت العلاج ولكن حالته مستقرة تماما. طب قول لي يا دكتور خالد، 19 دول بالسبعة اللي اتقال إن هم تم العثور على جثثهم النهاردة؟ ده 19 ده العدد الاجمالي يا فندم. دي يعني حوادث في محافظه جنوب سيناء في 9 مصابين وواحد وفاه، محافظه بني سويف 5 مصابين ولا يوجد وفيات، محافظه سوهاج 23 مصاب و 8 حالات وفاه، محافظه البحر الاحمر 35 مصاب و9 وفيات. طيب
المصابين حضرتك بتقول الاصابات الحمد لله طفيفه ويقدروا يخرجوا من المستشفى يعني خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله؟ خلال الساعات القليله القادمه ان شاء الله هيكون كل المصابين يعني مش متواجدين في المستشفيات ان شاء الله. في طبعا وزاره الصحه. انا عايزه بس يعني اتفضل دكتور خالد يعني بس وضح لي برضو حاله الطوارئ الخاصه بوزاره الصحه، هل ما زالت موجوده استعدادا لاي حاجه تحصل طبعاً لاي عرض؟ طبعا احنا من اول ما هيئه الاصابات الجويه نسقت معانا من المحتمل حدوث سيول وامطار طبعا تم رفع درجه الاستعداد في المحافظات اللي هيحصل فيها سيول واتباعا المحافظات الاخرى، لكن كان في اولويه لمحافظات سيول من حيث ان المستشفيات المحافظه اولا بيتم التاكد ان في 25% من اسره مستشفيات المحافظه خاليه تماما لاستقبال اي حالات طارئه. فيما يخص هيئه الاسعاف عشان اللي بيحصل على الطرق كمان بالظبط، سيارات الاسعاف بغض النظر ان السيارات المتمركزه على الطرق وداخل الميادين في سيارات الانتشار السريع دي بتجوب محافظه جماعها يعني سواء كان طريق او داخل المحافظه علشان احيانا لما بيقع احداث في السيول بيكون صعب شويه وصول سيارات الاسعاف نتيجه للمياه المتراكمه في الشوارع، فسيارات الانتشار السريع غرفه عمليات الاسعاف بتوجه السياره لاقرب يعني او اقرب سياره من مكان الحادث. في حاجه كمان ان قطاع الشؤون الوقائيه والامراض المتوطنه ارسل منشورا بوزاره الصحه، انشر منشورا لكل المديريات على مستوى الجمهوريه فيه الاجراءات الوقائيه التي يجب اتخاذها عند حدوث سيول. وفي نقطة مهمة جدا وهي إذا زاد موضوع السيول واضطرينا إن احنا نعمل معسكرات أو مخيمات بيكون في بيلجأ إليها طبعا المواطنين اللي تضررت منازلهم زي ما ذكرت الزميلة في التقرير، فدول بيبقى في مركز طبي مخصص في كل معسكر لاستقبال الحالات الطارئة وبيبقى في فريق طبي ومستلزمات وأدوية. بس يفضلوا موجودين في المخيمات او في الخيام دي مع حاله الطقس السيء يعني اكيد في تنسيق مع جهات تانية بقى لنقلهم لمكان امن برضو؟ طبعا بس يعني احنا بصفه مؤقته لما السيول بتؤدي مثلا لهدم بعض المنازل او بتاع بنضطر ان هم يعني ينتقلوا لهذه المعسكرات والمخيمات وبتبقى مؤمنه تامين كامل سواء على حياتهم او شيء اخر بحيث ان هم يتواجدوا فيها الحين توفير ماوى اخر لهم. طيب شكرا جزيلا يا دكتور. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة بشكر حضرتك. معنا كمان على الهواء دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، برحب بحضرتك معنا دكتور أحمد، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني يا دكتور أحمد بداية قوية جدا يعني وسيئة الحقيقة لفصل الشتاء، خلينا أقول ففهمنا إيه اللي بيحصل وهل نتوقع يعني استمرار الموجة دي ولا لأ؟ خلينا نوضح ان ده مش فصل الشتاء كمان. ده فصل الخريف اللي اهم سمه من سماته الاضطراب في الاحوال الجويه السريعه والقصيره، يعني بتقعد يومين ثلاثه بالكثير وبتبقى عنيفه جدا. واذكركم بما حدث السنه الماضيه في مدينتي اسكندريه والبحيره وسينا، والسنه اللي قبليها كانت في سينا وفي جنوب البلاد، يعني هي ده الطبيعي جدا بتاع فصل الخريف. احنا برضو شاعرين انه على الرغم من الحالة دي الا ان مفيش يعني انخفاض في درجات الحرارة، يعني مفيش برد بالمعنى المفهوم. لا، درجات الحرارة حوالين معدلها عادي جدا لكن هذه الظاهرة من سمات شهر فصل الخريف، وزي ما احنا شفنا وكانت منبهة هيئة الأرصاد من يوم الاثنين الماضي واصدرت البيان بتاعها وبلغت جميع المحافظات و جميع الهيئات والوزارات بحيث ان كل يستعد لهذه الظاهره. وان كنت عايز اقول حاجه مهمه جدا ان الطبيعه عنيفه جدا وقويه جدا لا يستطيع احد ان يجابهها، بدليل ما بنشوف في امريكا ما بتيجي اعصار بيشيل الولايه كلها رغم التقدم اللي فيها امريكا. فبالتالي اقدر اقول ان انت جاوبت على سؤال كنت هساله لحضرتك انه يعني بالرغم ان انتوا بلغتوا المحافظات والوزارات المعنيه يعني الاستعداد كان بالشكل الكافي، ولا زي حضرتك بتقول دلوقتي يعني ده حاجه فوق يعني فوق الطاقه او ما نقدرش نعمل حاجه، ما كانش في الامكان ابدع مما كان، خلينا اقول، ولا كان في اجراءات ثانيه زي ما حضرتك يعني تشوف كمان؟ لا هو ده فعلا ما لا هو فعلا ما كانش في الامكان ابدا من مكان زي ما حضرتك بتقولي كده، لان فعلا الطبيعه قويه وشديده ما يقدرش عليها اي تجهيزات تقدري تعمليها، برضه لازم يكون في خساير. لا بس انا كان ممكن اعمل مخرات للسيول، اشتغل في سدود، وخاصه ان حضرتك بتقول دي حاله بتتكرر كل سنه وكل سنه في نفس التوقيت ده بنقعد نتكلم عن سيول وعن ضحايا للسيول.
على كل الاحوال خليك موجود معايا يا دكتور. والله حضرتك هو انا عارف. طب اتفضل اتفضل عشان برضو معايا. وخلينا نرحب بمحافظ البحر الاحمر معانا على التليفون. محافظ جنوب سيناء للاسف معانا على التليفون اللي هو خالد فوده وسامعنا برضو. اتفضل يا دكتور احمد جاوب حضرتك اتفضل. يعني انا فعايز اقول لحضرتك ان المخرات موجوده ومخرات سيول انا متاكد انها كانت نظيفه، لكن كميه الامطار كانت كثيره جدا، كميه المياه كانت كثيره جدا، فبالتالي كانت الظاهره كانت عنيفه قوي مهما كان من استعداد اعتقد ان ما كانش حد هيقدر عليها. طيب خليك موجود معايا يا دكتور. اروح لسياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. برحب بحضرتك معانا يا سياده المحافظ. كنت من يومين بنبارك وبنتكلم عن اشياء ايجابيه لها علاقه بالمؤتمر، النهارده للاسف بقى الوضع يعني لا احنا عندنا اشياء ايجابيه برضو النهارده. اتفضل قولي. موجود عندنا اشياء ايجابيه النهارده. احنا افتتحنا قريه في طابا 200 بيت بدوي و60 محل تمام وجامع ومسجد ومركز شباب ومدرسه ووحده صحيه. النهارده في طابه، النهارده بنتحرك في طابه بمنتهى الحريه، ما عندناش اي مشكله خالص من مشاكل السيول دي. الحمد لله احنا الامور جت والمخرات السيول جت في مخراتها الحمد لله. فعمليه تطهير بس وشويه لوادر فتحت السكه بسرعه والموضوع خلص. ده اتعمل بقى سياده المحافظ قبل السيول ولا بعد ما حصل؟ لا طبعا احنا كان معانا ميعاد مع السيد رئيس الوزراء وقعد معانا من شهر واطمن على السيناريوهات اللي احنا عاملينها للسيول، واطمن على ان احنا فعلا عاملين معدات في جميع انحاء المحافظه، يعني نوبع فيها معدات، سراج صدري فيها معدات، التور فيها معدات، لوادر وعربيات شافت مياه وطلمبات شافت مياه، كل حاجه موجوده عندنا. احنا تاني يوم من المؤتمر شرم الشيخ كانت نازل عليها امطار غزيره، تاني يوم ما كنتش لاقيها، ما فيش نقطه ميه في المدينه. فاستعدادات عاليه جدا، وعشان كده احنا الحمد لله النهارده مش عاملين امورنا عادي. احنا النهارده كنا في طابه ماشيين ما فيش تراكم للميه ولا اي شيء زي ما قال لي ست المحافظ. شوف الخط قطع بقى، ده مطره ولا ايه بالظبط؟ لكن الحمد لله الوضع في جنوب سيناء زي ما بقول انه يبقى في مخرات، ننظف مجرى المخرات، يعني نبقى في شغل بيتعمل استعدادا للحاله دي. لكن في نفس الوقت في محافظات ثانيه نتيجه لانه مخرات السيول مش موجوده بالشكل الكافي والبنيه الاساسيه متهالكه، فده اللي خلى الرئيس النهارده يتكلم على انه لازم نشتغل على الملف ده وتوفير 50 مليون جنيه لتطوير واصلاح البنيه الأساسية. أرجع لحضرتك دكتور أحمد، بكرة أخباره إيه؟ يعني قولي برضو الساعات اللي جاية إيه وضع أو حالة الطقس؟ والله مع بدايات يوم السبت بدأت حالة الاستقرار تعود إلى البلاد، طقس مستقر على كافة أنحاء الجمهورية، مفيش أكتر من إن احنا بنحذر من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر خاصة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، غير كده الجو كويس جدا. ودرجة الحرارة؟ يعني درجة الحرارة لو قلنا الساحل الشمالية هتروح ما بين 26 و 27، وجه البحر والقاهرة ما بين 28 و 29، الغردقة شرم الشيخ حتى شمال الصعيد تتراوح أيضا ما بين ال 27 و 28، أخيرا جنوب البلد بتتراوح ما بين ال 32 و 33. داخلين إمتى بقى الشتاء؟ إمتى بجد الناس تشتي ويبقى يعني نبقى عاملين حسابنا؟ يعني على الأقل في بعد نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر هتبدأ درجات الحرارة الصغرى تبدأ في الانخفاض. هنا أقدر أقول في الحالة دي يعني اللي بيرجع في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر بياخد مع جاكيت خفيف إلى أن ندخل في فصل الشتاء في ديسمبر، في 22 ديسمبر إن شاء الله. لكن الأسبوع ده الولاد وهم رايحين المدارس الصبح ما فيش أي مشكلة خالص، حالة الجو كويسة؟ لا 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 خالص، درجات الحرارة حوالين المعدل بل يمكن أحيانا أعلى المعدل بدرجة أو درجتين. تمام، شكرا جزيلا. أكيد هنرجع ونتواصل مع حضرتك خلال الأيام اللي جاية دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد، شكرا جزيلا. موجة تانية بقى من الهجوم والغضب والاستياء بعد تصريحات إياد مدني أمين عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. امبارح طبعا الدنيا يعني اتقلبت على الكلام اللي قاله، وحصل أنه أصدر بيان بعد ما اتكلم بساعات، يعني قال فيه أنه هو ما كانش يقصد الإساءة للدولة المصرية أو الإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يعني ده كان في إطار الدعابة وما إلى آخره، محاولة يعني لتبرير الموقف. لكن ده ما منعش ان الخارجيه المصريه طلعت بيان
طلبت في مندوبها بالمنظمة إن هو يقدم احتجاج رسمي. وكمان في رد حاسم من السفير سامح شكري وزير الخارجية أدان التصريحات اللي صدرت عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي واعتبرها تجاوز جسيم في حق دولة مؤسسة للمنظمة ولقيادتها قيادتها السياسية. وأكد وزير خارجيتنا إن التصريحات دي لا تتسق مع مسؤوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، مش بس كده لكن كمان بتأثر بشكل جوهري على نطاق عمله وقدرته على الاطلاع بمهام منصبه، وده الأمر اللي هيخلي مصر تراجع موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة ومع أمينها العام. لكن مع كل ده بقى عندنا عدد من السادة النواب النهاردة اتقدموا بطلبات إحاطة للخارجية بخصوص الرد المناسب على التجاوزات اللي صدرت من إياد مدني. على ذكر مجلس النواب، ونشوف بقى المجلس هيتحرك ازاي بعد ما انتهى المؤتمر الوطني الاول للشباب، والرئيس اعلن عن عدد من التوصيات او القرارات من بينها ان يكون في تعامل مع الشباب المحبوسين على ذمه قضايا او ما حصلش يعني ايه احكام نهائيه بخصوصهم. فالمهم النهارده لجنه حقوق الانسان بالمجلس وعلى لسان النائب علاء عابد رئيس اللجنه قال ان اللجنه هتفحص بكره في اجتماعها شكاوى ل 49 محتجز، وان اللجنه هتراجع الكلام ده كله وهتعد قائمه كامله يتم عرضها على اللجنه الرئاسيه. الكلام ده هيحصل خلال يومين علشان يتعاملوا مع ملف الافراج عن الشباب. هنفضل مع مجلس النواب، والمستشار بهاء ابو شقه رئيس اللجنه التشريعيه بالمجلس قال ان اللجنه هتعد مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائيه لتحقيق العداله الناجزه وحل مشكله بطء التقاضي. قال المستشار بهاء ابو شقه خلال اجتماع اللجنه التشريعيه النهارده انه احنا نقدر مع بعض نعد مشروع قانون ونتناقش فيه ونوقع عليه ونقدمه للمجلس علشان نرضي الشارع المصري اللي ممكن ان هو يضحي بامواله، لكن لا يمكن ابدا يضحي بثانيه يحس انها ضيعت على وجه باطل. فاللجنة بحثت تعديل قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وعدد من التشريعات، والنهاردة كان من المفترض كمان أن اللجنة هتجتمع برئاسة النائب سيد الشريف لمناقشة أزمة أحمد مرتضى منصور ودكتور عمرو الشبكي ومسألة طبعا العضوية وحكم محكمة النقض. لكن أو بعد ما دكتور علي عبد العال رئيس مجلس عمل أو طلب أن يكون في تقرير نهائي بقى ونخلص من المسألة دي وتتعرض في الجلسة العامة، لكن الظاهر الموضوع ده مش عايز أبدا يعني يخلص، لأن الاجتماع اتأجل بسبب ان وكيل المجلس سافر لمحافظة سوهاج لمتابعة السيول اللي بتحصل هناك والإجراءات اللي واخداها الحكومة. ملف التموين اتكلمنا عن السكر، لكن موضوع رئيس جهاز التجارة الداخلية عامل طبعا دوشة كبيرة، والنيابة الإدارية أحالت رئيس الجهاز للتحقيق في إهدار مال عام. الإدارة العامة لمباحث التموين قدرت أنها تضبط ثلاث مسؤولين في الشركة المصرية لتجارة الجملة علشان دول استولوا على 8.5 مليون جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق. ده حصل من خلال ان هم زوروا في مستندات وفي اذونات صرف واثبتوا بيانات بتفيد ان هم سلموا سلع تموينيه للبقالين التموينيين، وده على غير الحقيقه. اما بقى بالنسبه لرئيس الجهاز الملقبه بالمراه الحديديه لكن طبعا في اشياء مسيئه، يعني المستشار علي رزق رئيس هيئه النيابه الاداريه احلها في واقع التقاضي مكافئات من رئيس القبضه الغذائيه بالمخالفه للقانون، اتحالت لنيابه التموين للتحقيق في الشكاوى كمان اللي حصلت ضدها واللي اتقدمت للنيابه العامه علشان يتاكدوا من صحتها او من عدمه يعني. تقرير نتابعه مع حضراتكم، لأنه النهاردة عندنا دكتور عصام فايد وزير الزراعة أعلن موافقة المجموعة الاستشارية العلمية لنظم التراث الزراعي العالمي وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي. أعلنوا عن نظم إنتاج التمور في واحة سيوة ضمن مناطق التراث الزراعي العالمي للنهوض بهذه الزراعة والصناعة بشكل عام في سيوة وتحفيز الفهم والتوعية العامة والاعتراف الدولي بمواقع التراث. نتابع التفاصيل في تقريرنا اللي جاي. المهرجان الدولي الثاني بسيوة للتمور الذي تقيمه دولة الإمارات الشقيقة للعام الثاني على التوالي بسيوة
برعاية جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر، والتي تعد من أوائل المهتمين بتطوير القطاع الزراعي والمساهمة في تنمية النخيل، بحضور محافظ مطروح ووزيري الزراعة والصناعة ومسؤولي جائزة خليفة الإماراتية وسفير الإمارات لدى القاهرة. سيوة يمكن من أكثر الأماكن اللي فيها براند، اسم قوي، عشان كده بنبدأ بيها. مش بالضرورة هي فيها أكبر إنتاج تمور، يمكن الوادي الجديد أكبر، لكن البراند هنا كاسم سيوة أقوى، فعشان كده احنا بنشتغل مع المحافظة ومع وزارة الزراعة في عمل المنظومة الكاملة عشان نقدر نرتقي بهذه الصناعة. احنا ارتئينا ان المنتج في سيوة للتمور منتج عالي وبكميات كبيرة جدا، فكان لابد من تطوير هذا المنتج وتحسينه. لدينا الحمد لله بعض الخبرات اللي احنا ممكن نتبادل مع الإخوة هنا في مصر، والآن احنا اليوم احنا نشوف هذا المهرجان الثاني للتمور في سيوة، وبتعاون مع مهرجان الشيخ خليفة للتمور. زرنا قبل شوية حقيقة اللي هو مصنع التمور، وهو مصنع من ما شاهدته أنا يعني متطور بكفاءات عالية جدا، بأجهزة متطورة أوروبية. المصنع هذا كان متوقف لفترة ما، والحمد لله استطعنا أن نحسن في الإمكانيات اللي موجودة في المصنع. محافظ مطروح كشف على أنه تم الاتفاق بين المحافظة وجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي الإماراتية على تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة، والذي كان متوقفا منذ أكثر من 10 سنوات لوجود بعض العيوب الفنية في الأجهزة والمعدات، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه. أعتقد أن ده هيحقق طفرة كبيرة جدا في مجال الصناعة اللي بيهدف ليها معالي وزير الصناعة دكتور طارق. اتمنى ان ده نكون احنا بنحقق خطوه على الطريق في اطار يعني التصدير وتحقيق عائد عالي جدا في مجال الصناعه. الهدف من اقامه مهرجان التمور بواحه سيوة هو تقديم الدعم الفني والتسويقي للتمور بالواحه، نظرا لتميز تمورها بالجوده العاليه وانتاجيتها الضخمه عن باقي الدول الشهيره بانتاج التمور. عمرو عبد الحميد، الحياه اليوم. دلوقتي مع حضراتكم هنروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله هيكون موجود معنا على الهواء السيد صادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق في حوار خاص للحياة اليوم. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. المعارض السوداني المعروف أحد أبرز القيادات التاريخية في السودان، الملقب بزعيم حزب الأمة القومي، اللي بيشرفنا النهاردة في الحياة اليوم في حوار مباشر هنا من القاهرة، لأنه طبعا نظرا للظروف السياسية ويعني اعتقاله واختار أنه يكون في منفأ اختياري ليه هنا في القاهرة في اتصالات يمكن كان مشرفنا هنا في الحياة اليوم في الاستوديو من شهور، واتكلم عن اتصالات أو ممكن أنه يرجع الخرطوم لكن بشروط وبحوار بيتم ما بينه وما بين النظام السوداني. ده شيء برضو محور نسأل عنه، إيه اللي حصل في الملف ده، لكن بشكل عام بعيدا حتى عن الجزئية دي، إيه اللي بيحصل في السودان بالضبط؟ الحوار الوطني اللي انتهى فعالياته من فترة وتابعناه ونتائجه، يمكن الكتير اختلف في نتائجه، حتى من بينهم ضفنا النهاردة في الحياة اليوم السيد صادق المهدي اللي قال إن الحوار ده يعني لم يؤتي ثماره، وإن التوصيات اللي خرجت عنه مخالفة أو الوثيقة اللي خرجت مخالفة للتوصيات اللي تمت. نحاول نفهم إيه اللي هيحصل في السودان بعد هذا الحوار، طبيعة العلاقات المصرية السودانية وأفقها، من خلال ضيفنا الكريم اللي برحب بيه في الحياة اليوم. أهلا وسهلا بحد أنت مشرفنا. أيوة نعم، مرحب. أهلا وسهلا، مرحب بحضرتك. كنت الأول برحب طبعا بحضرتك معانا، وندخل في الموضوع مباشرة عن الحوار الوطني في السودان. هل من الإنصاف إن احنا نطلق عليه هذا المسمى؟ تقييمك ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة لبنى السلام عليكم. وعليكم السلام. السودان
محتاجين نحن هنا لبعض التوضيح عما يحدث في السودان. جرى حوار، هذا الحوار شمل الحزب الحاكم والحكومة وأحزاب في الداخل، وأدى إلى إصدار وثيقة وأدى إلى إصدار توصيات، وهو في الجملة كان قد أشرك أحزاب هي قريبة تحالفا مع النظام. وهذه التوصيات التي صدرت نحن كتبنا حولها كتيب بين ما هو مقبول منها وما هو مرفوض وما هو ناقص. وعلى كل حال هناك تقييم لهذه الخطوة باعتبار أن السودان بلد إبداع سياسي. السودان حصل فيه في القرن التاسع عشر ثورة فريدة، في هذا القرن في القرن العشرين حصل فيه حصول للاستقلال بصورة مميزة، وقامت فيه مرتان قامت فيه انتفاضات سبقت الربيع العربي. وهذه الفرصة الحالية أن السودان قد يحدث إبداع سياسي جديد إذا كان اكتملت الصورة. هناك الحوار الداخلي الذي أدى إلى الوثيقة وأدى إلى التوصيات، وقمنا بتقييم هذه. ولكن بالتوازي مع هذه هناك التزام بيننا نحن في نداء السودان والنظام تحت خريطة الطريق التي يرعاها مجلس السلم والأمن الأفريقي، ويقودها الرئيس جنوب أفريقيا السابق السيد تامو بيكي. هذه الخريطة تلزم الأطراف المعنية نحن والنظام أن نجري حوارا، وهذا الحوار في نتيجته النهائية يكتمل في داخل السودان. فإذا كانت الأمور سارت كما هو متوقع فسيعقد هذا اللقاء، اللقاء الذي هو بين النظام ونداء السودان والقوى التي لم تشترك في حوار الداخل. والفكرة أن هذا كله سوف يكتمل في حوار في السودان بصورة تمكن الشعب السوداني أن يحقق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل بوسائل سلمية. هذا هو الموقف الآن. والتقييم للحوار الداخلي أن فيه ما هو مقبول وفيه ما هو غير مقبول، ولكن المهم أنه ليس نهائيا، فينبغي أن يكتمل بأن يعقد اللقاء تحت خريطة الطريق. وإذا حدث هذا فيمكن لهذه الحوارات كلها أن تفضي إلى اتفاقية سلام توقف الحرب وتحول ديمقراطي في البلاد. ولو ده ما تحقش على أرض الواقع فبالتالي تحذير حضرتك من انتفاضة شعبية في السودان كان هو الطرح أو التخوف من أي نتيجة سلبية لهذا الحوار. نعم، الحقيقة أن النظام نفسه أدرك أن هناك حاجة لتغيير أوضاعه، والتوصيات التي أجروها في الداخل فيها معاني التغيير. ولكن أوضاع السودان الاقتصادية وأوضاع السودان الأمنية وعلاقات السودان الخارجية كلها محتقنة احتقانا شديدا. فإذا لم يوجد الحل المتراضى عليه الذي نتطلع له، لا شك أننا جميعا سوف نتجه للانتفاضة الشعبية، لأننا نعتقد أن هذه هي النتيجة لاحتقان لا يجد علاج. فنعتقد نحن أن الممكن هو أن يقر النظام بضرورة أن يوفي بالتزاماته في خريطة الطريق، وهذا في رأيي سوف يكون الطريق الأقصر لإيجاد ما يستجيب لتطلعات الشعب السوداني المشروع. إذا حدث ما تحذر منه حضرتك أن يكون في انتفاضة شعبية، شكل الخريطة السياسية في السودان، النظام السياسي الجديد في حال تكوينه. نعم، هو إذا طبعا الانتفاضة إذا حدثت ستفضي إلى وضع فيه مخاشنة، وده مؤسف لأنه النظام مسلح والسودان فيه
عدد كبير من القبائل التي تتبعها ميليشيات، وهذا للأسف ممكن يؤدي إلى نتائج غير النتائج التي حدثت في الانتفاضات الماضية. ولكن هذه كلها مسائل النظام أولى بأن يدركها، ويدرك أيضا أنه مهما تمت مغازلات بينه وبين الأسرة الدولية، الأسرة الدولية لا تستطيع أن تعمل أي علاقات مع نظام مطارد من المحكمة الجنائية الدولية وضده 63 قرار مجلس أمن إلى آخر هذه الأشياء. فهو هذه كلها ضغوط ليدرك أن أفضل طريق وأقصر طريق هو الاستجابة للحوار الوطني باستحقاقاته. لكن في نفس الوقت في مبادرة أخرى أطلقها الاتحاد الإفريقي، هل هي إضافة للحوار الداخلي السوداني، ولا من الأفضل أن تحل المسائل داخليا؟ مجلس السلم والأمن الأفريقي عنده جلستين اتخذ فيهما توصيات، جلسة 4-5-6 وجلسة 5-3-9، وفي هذه في هاتين الجلستين أوصى بأن يقوم حوار تمهيدي في الخارج لكي يضع أجندة لتكتمل في الداخل. فكأنما العملية التي أتحدث عنها موازية للعملية الداخلية، والمطلوب أن العملية الداخلية تدرك أنها أنجزت ما أنجزت بما يلزم من اشتركوا فيها، ولكن هناك آخرون لم يشتركوا فيها يلزمهم ما يتفقون عليه عبر خريطة الطريق المذكورة. على ذكر علاقات السودان الخارجية، زي ما حضرتك يعني أشرت من دقائق، تقييم حضرتك لشكل هذه العلاقات، هل يسعى السودان أو النظام السوداني لتكوين تحالفات إقليمية جديدة في المنطقة؟ نعم، السودان طبعا عنده مشاكل أمنية مع كل جيرانه، يعني والجيران في المنطقة القرن الأفريقي الآن يسعون إلى نوع من التوافق. إحنا كنا اقترحنا وأظن هذا ما ينبغي أن يحدث، ضرورة إيجاد اتفاقية أمنية لأمن المنطقة في القرن الأفريقي، وهذه يشترك فيها كل جيران في القرن الأفريقي. هذه مسألة الآن يمكن أن تحدث، ولكن لا يمكن أن تكون مستقرة ما لم يكن في داخل السودان نفسه هناك توافق، حتى يكون هناك استقرار داخلي وأمن وسلام في السودان وكذلك في دول الجوار. كذلك هناك طبعا البعد الدولي، والدول الأوروبية وأمريكا كانوا قد عزلوا السودان أو النظام السوداني عزلا كاملا، وهناك عقوبات ضد النظام، وضع النظام السوداني في قائمة رعاية الإرهاب وهكذا. فهم الآن يتحدثون مع النظام السوداني في تطبيع هذه العلاقات، ولكن هذا التطبيع في رأيي سوف يكون مشروط بأن يحقق النظام السوداني السلام والاستقرار الديمقراطي في داخل البلاد. طيب على سبيل المثال برضو احنا بنتكلم عن العلاقات الخارجية للسودان الشقيق، تقييم حضرتك لمشاركة السودان في التحالف العربي في اليمن، هل ده تطور أو السودان بيضحي بعلاقته مع إيران، على اعتبار طبعا إيران متدخلة وموجودة بقوة على الأرض في اليمن في الصراع؟ أنا رأيي أن السودان قد تدخل في هذه الحرب بصورة خاطئة، لأنه هذه الحرب في الواقع هي أساسا حرب طائفية داخل اليمن. دورنا ألا نتدخل في حروب طائفية، ولكن كان يمكن أن نقوم بمشروع مصالحات. لكن التدخل في هذه الحرب، وهي حرب في رأيي لن تنتهي بانتصار لأحد الأطراف، بل في النهاية ستخلق ما تخلق من مرارات، وفي النهاية لا بد من حل سلمي. لا يمكن لحرب اليمن أن تنتهي لانتصار طرف على الآخر، بل بعد كل الدمار والمرارات لا بد أن يتفق على حل سياسي. كان السودان ينبغي أن يبتعد من المشاركة في مثل هذه الحرب، وأن يشارك فقط في الدعوة للمصالحة بين أطراف اليمن المختلفة وجيران اليمن. طيب
علاقة السودان مع مصر طبعا هي علاقة تاريخية بطبيعة الحال، علاقة أخوة وما إلى آخره، لكن في الفترة الأخيرة كان في تجاذب أو شد وأخذ ورد، يعني طبعا من خلال تصريحات وتابعناها. شكل هذه العلاقات أو تطور هذه العلاقات مع إشكالية سد النهضة وموقف السودان من أثيوبيا، أو موقف السودان هل هو مع ولا ضد الدولة المصرية؟ يا سيدتي، هناك خلافات أساسية بين الحكومة في مصر والحكومة في السودان حول ملفات معينة. الإخوان المسلمون يعتبرون في مصر إرهابيين، في السودان هم جزء من النظام القائم، والحكومة نفسها عندها مرجعية إخوانية، فهذا محل خلاف. محل خلاف ثاني، هناك تحالفات، السودان عنده تحالفات مع قطر ومع تركيا، هؤلاء على خلاف مع مصر. هناك خلاف أيضا بين الحكومة المصرية والحكومة السودانية حول الأوضاع في ليبيا، وهكذا هناك خلافات حول كذلك حلايب وشلاتين، هناك بعض الخلافات حول موضوع سد النهضة. ففي بعض هذه القضايا هناك اختلاف بين الحكومة في السودان وبين الحكومة في مصر، ولكن الحكومتين تدركان أن الشعبين بهما عندهما مصالح متداخلة ورغبة كبيرة جدا في التعايش السلمي، وهناك قضايا مثل المعابر والأمن والأمن الغذائي والتجارة. فأعتقد أن الأمر الآن هو نعم هناك خلافات جوهرية مستمرة بين الحكومتين، ولكن الحكومتين مضطرتان أن تقيما علاقات تعايش حول القضايا الأمنية، حول القضايا المعيشية، حول القضايا التجارية إلى آخره. لكن إذا لا قدر الله احتدم الخلاف ما بين مصر وإثيوبيا، إلى أي جانب ستقف السودان؟ في أي سؤال؟ لأي جانب إذا احتدم الخلاف بين مصر وإثيوبيا في موضوع سد النهضة، إلى أي جانب ستقف السودان سيد المهدي؟ أنا أعتقد أن موضوع سد النهضة لا سبيل إلى حله عن طريق الاستقطاب. لا بد من حل يقوم على أساس أن حوض النيل وحدة مائية تفرض على أطرافه الاتفاق، وهذا الاتفاق سوف ترعاه وتحرص عليه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لأنه لا سبيل لمخاشنات واستقطابات في حوض مائي مشترك. فأنا أعتقد أنه في النهاية السودان ومصر وإثيوبيا سوف يجدون أنفسهم مضطرين لوفاق يؤكد أو يدعم استمرار المصالح المكتسبة في حوض النيل، وكذلك استيعاب تطلعات الدول في الحوض التي لم تكن لها أنصبة في مياه النيل. طيب، سؤالي لحضرتك بوصفك أحد أبرز القيادات التاريخية في السودان، هل هناك فرصة لعودتك للخرطوم قريبا؟ هل في أي اتصالات ما بين حضرتك وما بين النظام السوداني في هذا الشأن؟ النظام السوداني متصل بكل القوى المعارضة له، بيننا وبينه وبينه وبين القوى المعارضة له في مواقع مختلفة، ولذلك نعم هناك اتصالات في هذا النوع، ولكن أنا عودتي قد تقررت بصرف النظر عن علاقتنا بالنظام، باعتبار أن عندي كانت أصلا مهام في الخارج قد فرغت منها، وهي توحيد القوى المعارضة، وقد كان والعمل المشترك مع زملائي في منتدى الوسطية العالمي وزملائي في نادي مدريد، هذه كلها قد تمت إنجازات فيها، ولذلك صرت مستعدا للعودة. ولكن هذه العودة سوف تكون فيها توافق بيننا جميعا، وهناك حوار متى تكون، هي ستكون سريعا إن شاء الله. وكان أنا بيننا جميعا لجنة. من أنتم؟ حضرتك تتحدث عن المعارضة وأن يكون في اتفاق في هذا الشأن؟ نعم نداء السودان.
نداء السودان هم حلفاؤنا في العمل السياسي، لكن النظام ما يكونش طرف في, في, في هذا الاتفاق. يعني هل ألا تخشى من بطش النظام السوداني أو أنه يكون في إجراءات عقابية أو تضييق على حضرتك في حال عودتك؟ والله نحن نعمل ما نريد وهو يعمل ما يريد، لكن هو يدرك، النظام يدرك أن هذه الخطوة إذا حدثت هي جزء من نوع من التقارب على الأقل جغرافيا، حتى الناس يستطيعون أن يناقشوا القضايا. طيب سؤالي لحضرتك بشكل مباشر، هل حصلت على تطمينات في حال عودتك من خلال الاتصالات الهاتفية لحضرتك يعني وصفتها أنها مستمرة ولم تنقطع؟ لا 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 لم أحصل على شيء من هذا النوع ولا أطلب شيء من هذا النوع. في السياسة يا سيدة المخاطرة جزء لا يتجزأ من ضريبة العمل السياسي، ولذلك السياسي اللي بيتحرك بس حسب يعني التطمينات والتأمينات ومن هذا النوع ما بيشتغل سياسة. السياسة كلها فيها مخاطرات، ومن يدخل فيها كما قال المتنبي الجود يفقر والإقدام غتاله. طيب حضرتك قلت قررت العودة، يعني هل في ميعاد قريب ولا لسه المسألة دي يعني في حالة في نقاش؟ أنا عينت لجنة من حزب الأمة خاصة بتنظيم هذا الموضوع وتحديد المواعيد، ولكن أجهزة الحزب رأت أن توسع هذه اللجنة أن تشترك كل الأجهزة، وطبعا وافقتهم على هذا القرار. وكذلك هناك عدد كبير من حلفانا ومن القوى السياسية المختلفة حبوا أن يجعلوا هذه العودة فيها مشاركة قومية من كل القوى السياسية السودانية الشعبية التي بيننا وبينها توافق. ولذلك الآن حزبنا أو أجهزة حزبنا تناقش هذه المسألة فيما يتعلق بتحديد التوقيت المناسب، وهو موضوع أسابيع يعني متطاول موضوع أسابيع، موضوع أسابيع. يعني عشان كمان يتحقق مضمون الحوار الوطني اللي بيتم على أرض السودان ويؤتي ثماره، أن تكون المعارضة موجودة وتكون جزء من هذا الحوار وتكون فاعلة في نتائجه إن شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق طبعا، وبشكر حضرتك على هذا الحوار. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا، الله يبارك. شكرا لحضرتك، ألف سلام. طيب دلوقتي هنروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله فقرتنا الثانية في الحياة اليوم مع دكتور أسامة الغزالي حرب، برضو من الوجوه البارزة في مجال المعارضة في المعارضة في مصر من سنين الحقيقة. وجوده في المؤتمر الوطني للشباب كان وجود لافت قوي مؤثر من خلال رسائله اللي وجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة. اتكلم عن المعتقلين، اتكلم عن المشروعات الاقتصادية وجدواها في مسألة طبعا الشباب المحبوسين، خليني أكون دقيقة يعني، وأنه تم الاستجابة لهذا الطلب من خلال توصية وقرار مهم للرئيس والحكومة أو كمان البرلمان شغال على ده. لكن بشكل عام مشاركة دكتور أسامة الغزالي حرب في هذا المؤتمر، شافوا إزاي فعالياته اللي تم فيه ونتائجه كمان، وهل نقدر نبني على هذا المؤتمر ولا لا في التواصل مع الشباب، بعد الفاصل. برحب بحضراتكم معانا مره تانية. زي ما اشرت قبل الفاصل وانا بنوه عن ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده في الحياه اليوم دكتور اسامه الغزالي حرب، اللي نقدر نقول عليه انه سياسي اكاديمي متخصص وكمان يصنف كمعارض، لكن معارض لرؤيه نقديه مباشره وواضحه. كان حضوره لافت ومؤثر الحقيقه من خلال المؤتمر الوطني الاول للشباب اللي تابعنا طبعا فعالياته الثلاث ايام اللي تعقد فيه في شرم الشيخ. كلامه عن الشباب المحبوسين، كلامه عن أداء الدولة، عن المشروعات، الشق الاقتصادي، الإعلام، كل شيء الحقيقة كان لي مشاركات ومداخلات مهمة وتحترم. وعايزين نفهم يعني انطباعه عن هذا المؤتمر، عن اللي دار في تقييمه للتواصل ما بين الدولة وما بين الشباب اللي كان طبعا شيء مفتقد بشكل كبير وكانت مشكلة بتعاني منها الدولة المصرية. هل نجح هذا المؤتمر في أنه يكسر الجليد ما بينه وما بين الشباب؟ هل نقدر نبني على هذا المؤتمر التواصل
التوصيات والقرارات اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر ازاي شايفها؟ التواصل اللي هيكون ان شاء الله مباشر سنويا وكمان شهريا، ده شيء برضو هنتوقف عنده ضمن امور كتيره هنتكلم فيها مع دكتور اسامه الغزالي حرب. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا بيك. الاول مشاركتك في المؤتمر ليه دلاله، خلينا نتكلم عن الدعوه وعن قبول الدعوه من حضرتك. الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا عارف ان في نيه لعمل مؤتمر الشباب وبس، ما فيش يعني ما كانش مش في ذهني اي حاجه اضافيه اخرى الا ان تلقيت مكالمه من رئاسه الجمهوريه بالدعوه لحضور مؤتمر الشباب، اعقبها اتصال من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب يؤكد على هذه الدعوه. تمام. وقال لي عايزك تحضر هذا المؤتمر. قلت له والله انا يعني يسعدني كل حاجه، بس عايز اسالك انا ما احبش اروح احضر في وسط يعني نوع من المهرجانات للتأييد وللتصفيق، ما احبش كده. قال لي لا مؤكد مش هيكون كده، واوعدك انه مش هيكون كده. انا الحقيقه احترم خالد عزيز جدا، من الوزراء المتميزين اللي انا اعرف تماما اخلاصه لثوره 25 يناير و30 يونيو، واعرف يعني سيرته الطيبه، وبالتالي شجعني ان انا اروح. انما قطعا كان في ذهني مجموعه كثيره من التساؤلات يعني حوالين انا الحقيقه لما رحت هناك على طول قامت في ذهني المشابهه بين تجربتي وانا شاب صغير في سن اولياء الشباب بين وضعهم دلوقتي. ان في هذه السن يعني كان عمري 21 22 سنه، وانا طالب في الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره، عاصرنا انشاء منظمة الشباب الاشتراكي. في ذلك الوقت دي كانت منظمة لحشد الشباب وتثقيفهم وتعبئتهم والحوار معهم علشان يعني يكونوا نوع من الدعم للنظام السياسي، يفهموا يعني ايه اشتراكية، يعني ايه ديمقراطية، يعني حياة سياسية. أمين. نوع من التربية السياسية للشباب. فأنا الحقيقة اللي شفته هو نوع آخر من هذه التربية السياسية، بس مش من خلال منظمة، من خلال هذا الجهد، من خلال تنظيم مؤتمر. اختير ليه الشباب؟ واضح انه اختيروا بشكل يعني منهجي، بعضهم جم من الاحزاب السياسية، بعضهم جم من خلال وزارة الشباب بحكم علاقتها بالشباب. والحقيقة لما ابتدت جلسات المؤتمر، ولو نظرت انت الى البرنامج اللي اتعملت عليه المؤتمر، وانا هنا في الحقيقه نفسي ان هذا الكلام يسجل ويتنشر، لانه الجلسات العامه والجلسات المتخصصه وتنويعاتها الشامله لكل نواحي المحاور، المشاركه السياسيه، تعليم، اعلام، كل حاجة، رياضه، بالظبط. الحقيقه لا شك انها كانت معد اعدادا جيدا. حضرت انا كثير جدا من هذه الجلسات، ولفت نظري اولا انه الشباب مش داخلين يسقفوا، مش داخلين يعني يؤيدوا، لا قطعا انا بقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه وشفتهم، داخلين يناقشوا ويعترضوا ويتقبلوا. لكن من كلام حضرتك اللي هو يعني ايه معارضه في المؤتمر ده شيء هيكون لاسراء المؤتمر، لكن هل في محرمات يعني مناطق كده ممنوع الحديث فيها؟ أنا ما شفتش حاجة زي كده، يعني أنا شخصياً ما شفتش حاجة زي كده. سواء في الكلام اللي قيل أو في الكلام اللي أنا كنت بقوله، بنتكلم بشكل موضوعي بحت. يعني ما يعني حصل في وجهة نظر بخصوص حاجات كانت جدلية. زي إيه مثلاً؟ يعني مثلاً موضوع قانون التظاهر، موضوع الشباب المحبوسين، تمام، جدول المشروعات الاقتصادية اللي شغالة عليها الدولة، كل هذا دي المناطق الكلام اللي كانت كل أنا أشهد أنه تمت مناقشته بشكل كامل وبلا أي تحفظات. يعني مثلاً كويس قلت أنت بتثيري موضوع قانون التظاهر. أحد المطالب الأساسية اللي الشباب كانوا مجمعين عليها موضوع إعادة النظر في قانون التظاهر. واللطيف في الموضوع لو انت راجعت المؤتمر هتلاحظي انه لما اقيل يعني لما حصل حديث في التظاهر والشباب
سقفوا بشده لفكره اعاده التظاهر كان تعليق الرئيس السيسي ايه؟ انتوا بتحبوا التظاهر. قال والله انتوا بتحبوا التظاهر اولى درجه. ايوه. فانا عايز اقول لك ان نوعيه من الشباب ما هو لو شباب مدجن وبتاع كانوا يعني مش دي قضيتهم لا. بس الاهم من كده في الحقيقه. لما انا في اثناء المؤتمر كنت بتكلم واثرت موضوع الافراج عن الشباب المحبوسين او صحيح. يعني او اعاده النظر في 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 في, في, في اوضاعهم. المهم مش كلمتي انا. الاهم من كده رد فعل الشباب. صفقوا بشده لانهم شباب واعي وفعلا عايزين يحسموا موضوع زملائهم اللي هم محبوسين او متحفظ عليهم او عليهم احكام بكافه اطيافهم. الموضوع ده هو عامل مشكله كبيره مع النظام يعني قطعا. شوفي بصي احد المآخذ اللي احنا او الشائعه في الحياه العامه في مصر في هذه الايام ان هناك مشكله بين الرئيس وبين الدوله وبين الشباب. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر أسهم في حال حد كبير في تكسير كثير من هذه المشاكل. ما بقدرش أنه أنهاه إنما قطعا يمثل خطوة مهمة جدا نحو تكسيرها. وبالتأكيد سوف تنتهي إذا عولج موضوع احتجاز الشباب أو اعتقالهم أو القبض عليهم أو الأحكام اللي عليهم. ودي مسألة أعتقد أنها على رأس القضايا التي سوف تبحث في الايام القليله القادمه وفقا للقرارات اللي صدرت عن المؤتمر. كمان يكون في مواعيد يعني بالظبط كده. مساله جاده يعني. بالتالي انا الحقيقه يعني متفائل من هذه الناحيه بمعنى انه الـ القرارات او الـ الخطوات اللي بتتعمل محدده ومتفق عليها والشباب عايزينها. وبالتالي جزء مهم من نتائج هذا المؤتمر هو ازاله هذه الفجوه بين النظام والشباب. الحقيقه يعني في طبعا كلام رافض وفي ناس بترفض وبتقلل من قيمه ما حدث من حقهم يقولوا هذا. انما معيارنا ايه في النهايه؟ المآل اللي هتمشي فيه المسائل دي. انا شخصيا متفائل. وانا اعتقد ان بالفعل هيحصل انجاز في هذا المجال. طيب انا برضه عايزه اتكلم على اسلوب اداره الحوار واللي تم اختيارهم في المنصه ومداخلات الشباب ومداخلات الرئيس كمان. اللغه اللي استمعنا ليها من الطرفين كأكاديمي بقى وسياسي في هذا الملف دكتور أسامة ده بيصنف ازاي او بيصب ازاي في صالح او مع او ضد المؤتمر؟ انا اعتقد الاسلوب كان معقول جدا بمعنى انه في كل جلسه من الجلسات الشباب قاعدين بيتكلموا المنصه وفي نفس الوقت في شباب اخرين مشاركين كجمهور في القاعه وبعدين الى جانب على المنصه في زي ما تقولي خبراء او شخصيات عامه بتتكلم في الموضوع او بيكون بتقول الاراء في مش النهاية. محسوبين على اي طرف او غير محسوبين على اي طرف. انا طبعا كنت ضمن هذا الفريق اللي هم الخبراء او المشاركين اللي تمام. فالحقيقه بهذا الشكل العام المساله كانت مجديه جدا لانه يبتدوا الاول الشباب يتكلموا براحتهم يقولوا ما يعين لهم بيقولوا كل الافكار اللي عايزينها ويحصل حوار بينهم وبين القاعة وبعدين بيخش بقى ممثلوا أحزاب معينة أو ممثلوا تجمعات معينة ثم في الآخر ممكن الخبراء الموجودين يتكلموا ويقولوا رأيهم في الموضوعات. أنا أعتقد ده يعتبر كان نظام كويس جدا. فإذا أضفت إلى هذا أن كل القضايا التي نقشت أو القضايا التي نقشت شملت كل القضايا الموجودة في مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التعليم الإسكان الصحة وكذلك القضايا الخلافية يعني من الحاجات اللطيفة جدا. أنا معروف أن أنا مثلا في أكثر من عمود كتبته كنت بعترض بشدة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأدى هذا إلى أنه منع لي آخر عمود كتبته في هذا الموضوع. فأنا معارض هذا الموضوع ورفضه لأسباب كثيرة أنا بقولها مقتنع بها. فحطوني في جلسه مع وزير الاسكان الدكتور مصطفى بدبولي والشباب قاعدين قدام بعض بقى واخده بالك وفعلا وكانه يعني انا فصلت تماما بين حاجتين بين تقريري واحترامي ليه كاستاذ عالم في مجاله استاذ في الهندسه وله مكتبه الاستشاري ويعني ومكانته كمهندس وبين تحمسه لي على العاصمه الاداريه الجديده. قلت دي حاجه ودي حاجه. أنا أقدره تماما ويعني وراجل شديد الأدب وشديد الاحترام إنما
مش معنى هذا من الناحية السياسية بقى أنه يمنعني من أن أنا أنتقد. لا ده شيء كويس اللي هو الرأي والرأي الآخر قدام بعض، مش اللي هو ده صاحب رأي معارض مش عايزين نطلعه دلوقتي عشان ما يسئش. بالعكس أنا أعتقد دي كده كان ديبيت كويس قوي، قلت له أنا مع تقديري لك شخصيا، إنما أنا محتج أو أرفض هذا على أكثر من أساس. الأساس الأول أنه الطريقة اللي تم إنجازها بيها لازم تناقش في البرلمان المصري قبل ما نعمل حاجة زي كده، ولازم تاخد حقها من المناقشة الوافية. نمرة اتنين أني أنا أعتقد أنها ليست لها الأولوية في هذه الظروف، هناك أشياء أهم بكثير ممكن أن احنا وهو نجز. مش بالتبعية يعني لازم أغير موقفي أو أرجع أو أقتنع بوجهة نظر الأخرى، يعني بالعكس خلاف شيء صحي فما فيش مشكلة أنا في مع وضد، بيحصل ترشيد بيحصل تغيير، هي السياسة كده، هي ديمقراطية كده، وكلنا من حقنا أن احنا أو من واجبنا أن احنا يعني نتيح هذا جو الصحي للحوار في المجتمع. ايه اكتر حاجة عجبتك في كلام الرئيس؟ يعني برضو في البعض قال مطلوب اقول ايه الاسترسال او العفوية، وفي اللي انتقد قالك يعني لازم يكون في اختيار مثلا لكلام بعينه عشان ما يتمش اصطياده. حضرتك فهمني انا بعتبر دي مسألة، هقول لك حاجة لهم، انا اعتقد دي مسألة يعني ثانوية، واخد بالك؟ هو كل حاجة لها عيوبها ومزاياها، يعني أن يتحدث أي شخصية عامة، أن تتحدث أي شخصية عامة بشكل تلقائي ده شيء كويس، ده شيء محبب مش وحش. هل دي لها بعض العيوب؟ أحيانا بيحصل، بس في الحقيقة كل دي مسائل هامشية مش خطيرة. يعني ممكن الرئيس السيسي نتيجة خلفيته العسكرية، حياته الخاصة، طبيعته، أشياء كثيرة، بيتكلم كما يتحدث أي شخص عام، كما يتحدث أي وزير، كما يتحدث أي مسؤول، يتكلم براحته عن فبالتأكيد ممكن تحصل تجاوزات هنا، كلمة هنا، تفلت هنا، بس دي كلها حاجات هامشية. أنا شخصيا من أنصار أن يتحدث الإنسان بتلقائية، أهم حاجة يتحدث بصدق. بصدق. والصدق في النهاية هو اللي بيجذبك واللي بتحترميه. طب بمناسبة كلامنا في ده، النهاردة الخارجية طلعت بيان بترد على أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وبرضو تعليقا على كلام الرئيس واللي شافوه إساءة للرئيس للدولة المصرية. أنا رأيي، أنا شخصيا شفت هذا الفيديو. فالحقيقة أنا استفزت منه جدا. أنا طبعا أنا لا أكتب ولا أعلق على حاجة إلا ما أشوف اللي حصل بالضبط يعني. فرجعت لهذا على اليوتيوب، وفعلا هو كان بيتكلم وقال وبيقول فيه، هو رئيس منظمة اسمه إياد مدني، بيتكلم عن بيلقي الخطبة، فبيبتدي بيقول بيخاطب الرئيس التونسي بيجي قائد السبسي، وبيقول له، فقال له السيسي في الأول، فرجع قال لا لا أنا شتان بين السبسي والسيسي. هي دي قلة الأدب بدأت من هنا، قال خطأ فاحش، قال هذا خطأ فاحش، اختيار اللفظ خطأ فاحش، السيسي والسبسي. وبعدين قال له أنا أعتقد أنك يا سيادة الرئيس في سلالتك ما هو أكثر من الماء، نوع من التعليق على الكلمة اللي قالها الرئيس السيسي. أنا أعتقد هذه قلة أدب، عدم لياقة لا تجوز، وسخف بلا شك. وبعدين أنا لا أفصله عن أن هو منتمي للإخوان المسلمين، هو جزء من الإخوان المسلمين. يعني اللي يقول لك طبعا ده في إطار سخرية غير مقبولة، لا 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 ولا في قصد وتعمد. أنا رأينا أنا شخصيا أعتقد أنه قصد هذا، يعني قصد أن يبدو وكأنه أخطأ حتى يقول هذا الكلام السخيف ده لمرجعيته. بالضبط كده. وهنا برضو أنا أنتهز فرصة وجودي هنا معك يا لبنى عشان أقول حاجة. أنا لم أكن سعيدا برد فعل وزير التربية والتعليم المصري في المؤتمر، لأنه في الحقيقة أنا رجعت، أنا برضو أنا ما بحبش أقول أي كلام كده يعني عام، أنا رجعت للنص، الكلمة اللي هو قالها الكلمة كانت يعني شديدة الضعف. هو صح احتج لكن بطريقة لا تتناسب مع التجاوز اللي حصل. صحيح. وأسخف من كده أنه هو وقف وخد صورة مع هذا الشخص إياد مدني. أنا أعتقد ده كان خطأ من وزير التربية والتعليم. طب وزارة الخارجية بقى موقف الدولة المصرية لرد على هذه الإساءة أنا سمعت في هذا أنا مؤخرا بس بالصدفة دلوقتي وأنا قاعد في منتظر هنا، سمعت وزارة الخارجية المصرية علقت على هذا نوعية كمان يعني واحتجت عليها. أنا شكل أعتقد علاقتنا مع منظمة أعتقد هذا أقل ما يمكن أن يتم، وهذا واجب، وأنا مبسوط أن الخارجية المصرية عملت كده، إنما كلها مسائل لازم أن احنا نتواجه
بالحسم الواجب، لأنه في الحقيقة تجاوز سخيف وأقل ما يقول أنه هو مفتقد إلى أي شكل من أشكال اللياقة. طيب دكتور أسامة اسمح لنا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع للمؤتمر وفعالياته ومحور مهم جدا حضرتك دايما اتكلمت فيه برضو يعني في مقالاتك وفي حواراتك، الإعلام. تمام. الإعلام ودور الإعلام والفوضى وإزاي يكون في إطار منظم للمسألة دي. نرجع نشوف المؤتمر إزاي تعامل مع الملف ده وتوصياته في الحياة اليوم بعد الفاصل إن شاء الله. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، ضيفنا دكتور أسامة الغزالي حرب وحوارنا معاه لسه مستمر بخصوص المؤتمر فعالياته وإزاي نبني على نتائجه. دكتور أسامة، محاور كتيرة يمكن اتكلمنا عنها في الجزء اللي فات وقضايا يعني وملفات مهمة محور نقاش في الرأي العام، من بينها موضوع الإعلام، ملف الإعلام وتجاوزات الإعلام، إزاي نظم الإعلام، خط الفصل أو حد فصل ما بين حرية الرأي وما بين الإنفلات. الجلسة اللي اتناقشت الموضوع ده في المؤتمر كانت جلسة نوصفها أنها صاخبة ساخنة، الآراء فيها مش عارفة شفتها إزاي، ورد الرئيس كمان، شفت إزاي الموضوع ده والملف ده؟ تمام. هو أولا يجب أن احنا نقر أن المبدأ الحاكم للإعلام إذا بنتكلم عن الإعلام في مجتمع ديمقراطي ومجتمع حديث هي الحرية بلا شك. تمام. حرية الإعلام. بتحصل بقى يعني تجاوزات مشكلات دي حاجة تانية، إنما المبدأ الحاكم هو الإعلام الحر. مفيش مجال دلوقتي ونحن في النصف الثاني أو يعني في العقد الثاني من القرن 21 إن يبقى صحافة فيها عليها قيود رقابة معرفش الكلام ده ما يبقاش. إذن المبدأ هو حرية الإعلام وحرية الإعلاميين والصحفيين بلا شك. الحاجة التانية إنه وده يمكن بقى يثيرنا إلى النقاش اللي حصل بين الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ مكرم محمد أحمد. أنا الحقيقة للأسف ما شفتش هذه الجلسة، ما حضرتهاش، كنت يعني إنما من غير كده ما أحضر أنا متوقع أو أنا عايز أقولك هناك فارق كبير بين الشخصيتين. الأستاذ مكرم محمد أحمد هو أحد الأساتذة الكبار في الصحافة المصرية، وأستاذنا الجليل هو أحد علامات مؤسسة الأهرام، أحد رموزها الكبار، وهو نموذج للصحفي كما ينبغي أن يكون، الصحفي الذي يبحث عن الخبر المحايد الموضوعي بقدر الإمكان. هو يعتقد أن وظيفة الصحفي أولا وأخيرا وثانيا هي أن هو يبحث عن الخبر ويعرضه بشكل موضوعي وصادق، ودي طبعا هي المهنة الأساسية للصحافة. إبراهيم عيسى بالتأكيد لا يتحدث عن الصحفي من هذه، طبعا عارف يعني ايه الصحفي هو، بس إبراهيم عيسى هو كاتب مقال وهو يتحدث عن الرأي، وبالتالي إبراهيم عيسى أقرب للسياسي منه للصحفي. ولذلك أنا متصور، أنا ما حضرتش النقاش، إنما متصور أن هذا هو الخلاف الحقيقي بين إبراهيم عيسى السياسي ذو الرأي المحدد المتحيز لوجهة نظر معينة هو يؤمن بيها، وبين مكرم محمد أحمد. هو ده فعلا اللي اتقال، أستاذ مكرم كان بيتكلم عن المهنية وأسلوب المهنية وعرض الآراء لكن بدون فرض وجهة نظر بعينها. ما دي الصحافة اللي هي موجودة في الكتب اللي الناس بتعلمها في كليات الإعلام، كليات الآداب والصحافة، في أقسام الصحافة، ما يعني البحث عن الخبر، الصدق في الخبر، الاستوساق منه، الموضوعية، الحياة في عرض الآراء، دي مسائل قلب. لكن أستاذ مكرم كمان اتكلم عن محور مهم برضه، هو في إطار حرية الرأي التنوع والتعدد بما لا يضر الدولة المصرية. ما فيش نقاش. ما هو طبعا ال 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 الخبر مش معناه أنك هتجيبي خبر واحد بس، هتجيبي كل الأخبار، هتعرضي كل الآراء بلا شك، إنما فكرة الحياد والموضوعية الأساسية. إبراهيم عيسى لا، هو صح، هو راجل له رأي، هو سياسي أكثر منه صحفي، وبيعبر عن هذا وواضح تماما في كل ما يقوله وفي كل ما يكتبه تحيزه لوجهات نظر معينة. بالمناسبة أنا يعني أتفق معه في 99% منها، إنما هو رجل كاتب مقال. أنا مثلا أنا مش صحفي، أنا كاتب مقال أو كاتب أبحاث أو كاتب دراسات، إنما الصحفي الحقيقي هو الذي يمثله بالفعل الأستاذ مكرم محمد أحمد، والقيم والمعايير اللي هو بيحطها بالتأكيد هي معايير الصحفي. وبالتالي أنا شايف أن هو الخلاف بينهم كان خلاف
يعني منطقي ومش عيب يعني، هي كده يعني. الصحافة تحتاج إلى أو الرأي العام يحتاج إلى كاتب المقال وكاتب الرأي، وتحتاج أيضا إلى الصحفي المحترف الذي يقدم الخبر بدون تحيز وبدرجة عالية من الموضوعية والحياد. طيب اسمح لي دكتور أسامة، علشان واحد بنتكلم عن الدولة المصرية والحفاظ على الدولة المصرية، علينا هنا نحن ما نغفلش أبدا أن في اللي بيقدم أرواحه روحه للبلد فداء للبلد، تضحيات طبعا ملموسة وكلنا بنشوفها في حربنا ضد الإرهاب واللي بيحصل على أرض سيناء. النهاردة استشهد المقدم رامي حسنين قائد الكتيبة 103 صعقة، وطبعا يعني الواحد بيبقى واقف محتار في المسألة دي، يعزي ولا يقول احنا معانا بطل واللي بنتكلم عن بطل فبنوجه ليه كل التحية ولأسرته، وإن شاء الله هو شهيد عند ربنا وفي مرتبة أعلى وأكبر بالتأكيد. معانا على التليفون شقيقه أستاذ حسنين، أنا برحب بحضرتك، البقاء لله في بطلنا، وأحب أسمع حضرتك النهاردة، تفضل يا فندم. طيب للأسف الخط قطع. في حتة الإعلام برضو وإحنا بنتكلم عن تحدي الإرهاب واللي بيحصل في علاقة مصر الخارجية وما إلى آخره، الرئيس برضو أشار إن اللي بيتقال في الإعلام أو بعض الإعلاميين بيسيئوا للبلد وبيسيئوا لعلاقاتنا في الخارج وبيقدموا صورة مغالطة للحقيقة. في علم السياسة الكتاب بيقول إيه؟ لا، هي الإعلام من حيث تقديم الأخبار وإحساء للبلد أو يعني كل ما يقال من هذه الزاوية، هي الحقيقة مرتبطة ببعض القيم اللي بتحكم الإعلام واللي بتؤدي في النهاية إلى الأخطاء اللي بتؤدي بقى إلى نتائج سياسية سلبية. خليني أوضح فكرتي يا أستاذ دكتور أسامة، هل كل ما يعرف يقال في الإعلام ولا من باب المواءمة السياسية والحفاظ على الأمن القومي؟ لا، ما هو هنا بقى الحتة الصعبة، بمعنى إنه إيه؟ أي إعلامي، أي صحفي بيعثر على خبر كنز ولو قلت له ما تقولوش هو خايف من حاجة بسيطة خالص غيره يقوله ياخد السبق منه. أنت قلت أنت ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل، وبالتالي أي كلام تاني كلام مش عملي. ما هو طالما في اعلام وطالما في صحافه وفي تعدد في الصحافه وفي حريه في خلاص هيبقى في تنافس ورغبه في ابراز الخبر الاول. وبعدين الصحفي اسير فكره الايه؟ الانفراد والسبق الصحفي. هتقولي لا ما ينفعش، لا ما مش هتبقى صحافه، دي ليها عيوب. ليها عيوب، بس كل حاجه ليها عيوب. عشان كده بقى اتكلموا عن ميثاق شرف اعلامي، قوانين بقى منظمه شوفي للاعلام، بس لازم يبقى محل احترام الجميع، انما كل متوافق عليها ويتوافق عليها. انما في الحقيقه الصحافه والتنافس الصحفي بس الجميع دي صعبه دكتور، يعني يقول لك توافق مش اتفاق، يعني صعب ان الكل يجمع والكل يقسم يقول احنا مع على قيم معينه في العمل الصحفي، على انهم يعني ما يبقاش فيه تجاوزات بطريقه معينه، ما يبقاش فيه اساءات بطريقه معينه، مساله يعني الفضائح مثلا، الدخول في المسائل الشخصيه، كل دي مسائل في يعني يبقى في نوع من التوافق عليها. طيب خلينا نروح لمحور تاني، الاحزاب ودورها في الحياه السياسيه، تواجدها في المؤتمر، الكلام عنها وعن المشاركه السياسيه، والشباب يبقى مسيس او الاحزاب تستقطبه او تخليه موجود وفاعل يعني. بالظبط، اقول لك حاجه، اهم نقطه اعتقد انها اثيرت او مش اثيرت، كانت موجوده ضمنيا، هو ان الاحزاب بالرغم ان مصر من الناحيه الرسميه هي دوله تعدد حزبي، انما الاحزاب وجودها ضعيف. وأنا كنت قاعد في الجلسة بتاعة المشاركة السياسية ودور الأحزاب في الحياة السياسية، قبل ما أتكلم قلت للشباب اللي قاعدين مين فيكم عضو في حزب؟ فرفع حوالي 25% 30% منهم أصبعهم. من كام؟ من لا كانوا قاعدين كتير يعني. أنا عايز أقول تلت. يعني 30% 25 30% منتمي لأحزاب. وخد بالك دول شباب المفروض إن هم مسيسين. فبالتالي واعتقد انا ان النسبه اقل بكثير. شوفي انا اعتقد ان موضوع الاحزاب ده هو احد المشاكل الحقيقيه اللي بتبين قد ايه السياسه في مصر
لسه فقيره ولسه مش متجذره كما ينبغي، وازاي انه المصريين في الغالبيه العظمى ما يزالوا بعيده عن نطاق الفاعليه السياسيه. انا اقول لك ببساطه كده يا لبنى، امشي في الشارع وقفي خمس ست مواطنين وقولوا لهم ايه الاحزاب اللي في مصر. انا بقول لك انه تقريبا ما حدش يعرف يقول لك حاجه، او اذا واحد يقول مثلا حزب الوفد عشان بيسمع عنه حاجه بقى لها 70 80 سنه. انما ما عدا ذلك سوف تجد المساله اقل بكثير مما تتصور. طب قول لي يا دكتور، لما تتمنع من كذا مقاله ليك تقريبا اتمنعت في الاهرام، اولا ليه؟ وده من باب انك سياسي ولا من باب ان انت استاذ متخصص في العلوم السياسيه فيخافوا من كلامك؟ انا اتمنعت عني مرتين. مرتين؟ لا هقول لك حاجه. طب كويس السؤال ده. انا لما كنت في قبل ثوره 15 يناير، قبل ثوره 25 يناير، انا كنت انتقلت اوريدي للعمل في المصري اليوم. تمام. كتاب المصري اليوم. صحيح. لان انا في الحقيقه ما بقتش قادر اكتب في الاهرام. ليه؟ مبتدا كلام ده تقيل على النظام القديم، واخد بالك؟ ماشي. وبعدين في ظل الاخوان انتقلت مره اخرى للكتاب في للاهرام. لا لا، ولا فين رحت؟ لا ما انا بعد الثوره رجعت الاهرام. طيب. مرة تانية لما جه خمس نظام الإخوان انتقلت للكتابة في الوطن فترة من الوقت، ولما الإخوان مشوا رجعت تاني للأهرام. أنت على حسب النظام ولا إيه؟ لا أنا عايز أقول لك إني أنا حيثما لا أجد نوع من في تضييق عليك أروح تمشي تاني. أيوة. وحدث هذه المرة وأنا انتقلت للمصري يوم بكتب فيها الآن. شوفي، إذا لم يستطع الإنسان أن يكتب ما يمليه عريض ضميره ما يكتبش أحسن طبعا. والا يبقى انا كل ما اكتبه ملوش اي قيمه. يعني ايه انا بكتب على شمين عشان امالئ حد او يعني بس ازاي مصر وبعد ثورتين يتمنع مقال؟ يعني دي بقى ازاي يعني مين اللي معلش اقول لك حاجه، بص انت بتفتحي موضوعات عايزه ساعات طويله. ده احد عيوب الصحافه المملوكه للدوله، حيث يكون المسؤول عن الصحيفه خايف من تبعات ما يمكن ان يكتب. وعشان كده انا اتمنع لي مرتين في الاهرام بسبب حاجه. مره احتجاجا على علاقات مصر بنظام البشير، بمناسبه وانت النهارده كنت بتتكلمي مع صادق المهدي، وانا سعيد ان مصر تبقى لها علاقه كويسه بصادق المهدي. ده سياسي محنك، سياسي تقيل في السودان يعني، ويعرف ما يحدث في السودان. والمره الثانيه يعني اتمنع مقال علشان موضوع العاصمه الاداريه، وكلاهما طبعا موضوع المفروض ان احنا نتكلم فيه. هم دول بيبقوا ملكيين اكتر من الملك اللي بياخد القرار ده. تمام. يعني بيكون ده يعني بامر من الدوله ولا هو اللي بيتطوع يعني؟ لا طبعا فيها الى حد كبير بيبقى فيها تطوع، ما فيش وخوف. بس هو في اعلام دوله بالمعنى المعروف يعني لا خلينا برضو ما نضحكش على نفسنا يا لب. يعني هل هو يعني اعلام الدوله ناجح في الدفاع عن الدوله؟ يعني في بعض الاحيان هو بيسيء ليها اكتر. ما طبعا ما بالطريقه دي ما ينفعش طبعا، انما في صحافه مملوكه للدوله. ومصر حتى الآن من الدول القليلة في العالم فيها صحف مملوكة للدولة، وهذا الكلام طبعا يعني أنا شايف أنه لا يتناسب أبدا مع الديمقراطية، مع طموحنا أن نكون نظاما. تمام. يعني طيب علشان كده نرجع للشباب، وأن الشباب يبقى موجود في الأحزاب، إيه المطلوب من الأحزاب أنها تقنع الشباب بيها؟ إيه المطلوب من الأحزاب أنها تقنع الشباب أن هم ينضموا يكونوا فاهمين أصول اللعبة السياسية؟ هقول لك حاجة، إذا إحنا عايزين مصر تبقى بلد ديمقراطية حقيقية، فلا مفر من إن إحنا يعني نشجع الأحزاب وننمي الأحزاب. تمام. لو أنت سألتي سؤال وطلبت من أي جهة رسمية وسألتيهم إيه إجمالي عدد أعضاء الأحزاب في مصر؟ هتبقى الحكاية محزنة جدا، مخجلة. مصر 95 مليون مواطن، لما يكون أقل من مليون مواطن هو أقل بكتير هم أعضاء كل الأحزاب في مصر، تعرفي قد إيه إن إحنا لسه بعيد قوي عن الديمقراطية الحقيقية. شوفي، الأحزاب بالنسبة للتعدد السياسي، بالنسبة للديمقراطية زي المصنع بالنسبة للصناعة. في صناعة من غير مصانع؟ لا طب مفيش أحزاب، مفيش سياسة، مفيش ديمقراطية غير أحزاب. تخيلي أمريكا بكرة يختفي فيها الحزب الديمقراطي والجمهوري، أو فرنسا أو بريطانيا بكرة يختفي فيها حزب العمال والحزب المحافظين مثلا، او في الهند يختفي حزب المؤتمر، مفيش سياسه. انما بكره لو اختفت الاحزاب دي في مصر يحصل حاجه؟ ولا حاجه، يعني يمكن حدش ياخد باله، واخد بالك؟ اذا ده معناه في الحقيقه فرصتهم بقى يا دكتور في البرلمان. مفروض طبعا
دي بقى مسألة ترتبط بالتطور السياسي، بالقضاء على الأمية، بتشجيع المشاركة السياسية، بالنضج السياسي. احنا لسه قدامنا كتير. مشاركة بقى بعض النواب في المؤتمر مداخلتهم في إطار برضو ان كان حدث، فالكل لازم يكون ممثل، تمثيل كان أخباره إيه والمداخلات تقييمها؟ لا أنا ما أعتقدش إن الـ إن إنه يعني مشاركة النواب كانت متميزة قوي. هي مسألة كانت بتختلف من شخص لآخر. طب شباب النواب يا دكتور أسامة؟ الشباب برضو معقول الحقيقة، كان يعني الشباب يعني يمكن ملفتين شوية أكتر من الآخرين طبعا. إنما ما أقدرش أقول يعني إن دي كانت المشاركات اللي يعني التقيلة قوي يعني، أو المميزة أو يعني. ومع ذلك نسبيا الشباب قطعا كان حضورهم معقول جدا في المناقشات وفي إبداء الرأي قطعا بلا شك. طيب احنا بنقول داخلين على انتخابات محلية ومصر دولة شابة ولازم الشباب يكون موجود وممكن، حاجة وحدث زي ده ومذاع على الهوا جلسات وورش عمل يكون أثرها ايه على، مش بكلم على الشباب بس، لكن على الشارع المصري نفسه، انه يسمع ويتكلم سياسة ويشوف مداخلات ويشوف كده يعني سخونة وهو طرف فيها، ده وقعه ازاي على الأرض؟ لا هقول لك حاجة، انا اشكرك على هذا السؤال من زاوية ايه؟ الانتخابات المحلية ممكن تكون هي الفرصة الذهبية للشباب المصري للمشاركة السياسية. انا شخصيا ونفسي اكتب هذا الكلام وبقوه وادعو اليه، الى الاهتمام بالانتخابات المحليه، الدعم للانتخابات المحليه، الاهتمام بتقديم افضل العناصر من الشباب للمشاركه فيها. دعم ازاي؟ دعم ازاي من الدوله؟ لا يعني بحيث انه يبقى فيه اهتمام بيها. طبعا دي مرتبطه بحاجات تانية بمزيد من اللامركزيه في مصر، بمزيد من اعطاء هذه المجالس سلطه اكتر. ما شوفي كلما انت اديتي سلطة اكتر للسلطات المحلية كلما كانت قيمة الانتخابات المحلية اهم، المواطن يشعر باهميتها وجدواها فيكون مشارك وينزل. انت ايه احد الفروق اللي هي بتفرق كتير بيننا وبين البلاد المتقدمة؟ السلطات المحلية. السلطات المحلية في البلاد المتقدمة لما تروح بريطانيا، فرنسا، المانيا، اليابان، تلاقي السلطات المحلية تقريبا العمدة هم بيعملوا كل حاجة. بما في يعني كل حاجة الحقيقه ده اذا حصل اهتمام حقيقي بالانتخابات المحليه مع مزيد من المركزيه مع مزيد من مشاركه الشباب، ده ممكن ينقل مصر نقله كبيره جدا. طيب لكن حته انه انا عايز المواطن يبقى واثق في الشاب اللي هيديله صوته، انه ده ملوش خبره هو عارف قوي، لا خلينا في اللي مجربه، طب انا اجرب حد جديد، الثقافه دي اختلفت ولا اللي بيحصل ده يخليها تختلف؟ الحقيقه انا رايي ان احد النتائج الجيده المترتبه على المؤتمر اللي حصل هو انك تربيه كوادر من الشباب، واخد بالك؟ واعتقد انه ان شاء الله حتى لو طلعت مثلا من كل 100 ب 20 25 30 شاب كويسين، ده انجاز عظيم جدا. والناس كمان تشوف الشباب الصغير ازاي بيتكلم. بالظبط بالظبط. انا بص شوفي، ما تنسيش ان الشباب المصري دلوقتي شانه الشباب في العالم كله منفتح على ادوات بتخليه اكثر وعيا واكثر قدره على الاسهام في الحياه من اكثر من زمان بكتير. يعني يكفي الشباب اللي ما يخش على النت ويخشوا على تويتر ويخشوا على ويخش ويعرفوا الوقائع يعني من خلال هذه الادوات ممكن يعني يتحرك وينسق ما تنسيش ان احد الوسائل الاساسيه اللي ساعدت في ثوره 25 يناير التنسيق بين الشباب على الفيسبوك. صحيح. اذا في الحقيقه هذه الادوات بتدي للشباب فرص ممتازه جدا للتاثير وللفاعليه. مش كل احنا بنتكلم ده عوامل او يعني حاجه من مظاهر الديمقراطيه في مصر. طبعا. فالسؤال بقى هو احنا دوله ديمقراطيه ولا لسه بدري علينا، ولا المطالبه بها زي ما سمعنا في المؤتمر ليها وقعها؟ يعني نحن دوله تسعى نقول علينا نفسنا ايه؟ تسعى لان تكون ديمقراطيه. تسعى لان تكون ديمقراطيه. بالظبط كده، يعني احنا في طريقنا لان نكون دوله ديمقراطيه، في بعض ملامح ديمقراطيه، في بعض ملامح مش ديمقراطيه. الديمقراطيه ايضا بتتطلب ظروف ثانيه، بالتاكيد كلما زادت الثقافه كلما كانت ديمقراطيه اكثر. كلما زاد التعليم، ما انت ما تقدريش تتكلمي عن ديمقراطيه وعندك مثلا نسبه اميه 30% مثلا، ما تقدريش تتكلمي عن ديمقراطيه وانت عندك عشوائيات فيها مثلا 20 30 مليون مواطن. هو انت متصوره ان الناس سكان العشوائيات يعرفوا حاجه اسمها ديمقراطيه ولا مشاركه سياسيه ولا اي حاجه؟ كل المسائل دي علشان تتحسن
هي اللي هتضمن الوصول الى المستوى اللي احنا عايزينه من الديمقراطيه. تنفيذ حكم محكمه النقض من عدمه في مجلس النواب ده يصنف على انه ايه؟ انا شخصيا مش فاهم، قولي انت. يعني انا اشكرك انك سالت السؤال ده في الاخر بس بدون اجابه. لا بدون اجابه، ده شيء مؤلم ومفجع، واتمنى ان يعني ان هذا العار نخلص منه بسرعه. يجب ان يحترم القانون، ويجب انه يعني لا يصح في النهايه الا الصحيح، والشعب واخد باله، وتقييم الناس المسؤولين عن هذا التباطؤ هيكون مش كويس ابدا. المؤتمر كان الناس متخوفه انه يكون مكلمه او يتعمل وينفض بدون يعني حاجه ملموسه على الارض. التوصيات او القرارات اللي خرجت من المؤتمر وازاي ابني عليها ومساله ان هو يكون بالشكل دوري، متفائل بده دكتور اسامه؟ متفائل شايف لا أنا متفائل، لان فعلا ابتدت اللجان تتكون وابتدت فعلا، وهناك وعود او تصور بانه هذه كل ما اسفر عنه المؤتمر هيكون محل متابعة متابعة مش بس سنوية، متابعة شهرية. أنا أعتقد ده مهم جدا فعلا، مسألة إنها تبقى مكلمة وكل الناس قاعدة وتنفضي طبعا دي كارثة. مش أنا متفائل ده مش هيحصل، أعتقد كده، لأنه شوفي أنا متصور قد أكون مبالغ بعض الشيء، مصر بعد المؤتمر بتختلف عن مصر قبل المؤتمر، قد يبدو فيه مبالغة شوية، لأن أنا عارف بقول إيه. أعتقد كده إن فعلا إنه في دفعة كويسة أنا متفائل بها، وأن تكون هذه الدفعة مرتبطة بالشباب ده شيء كويس، والأهم من كده الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه. أنا أعتقد أنه هو زي ما استفاد الشفاد هو شخصيا استفاد كثيرا من هذا، وحرصه على أنه يحضر كل الجلسات من أول من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 11 بالليل، وينتقل من جلسة إلى أخرى ويناقش ويستمع، بالتأكيد ده شيء إيجابي لا يمكن إنكار. كان بيتقال دايما او نقد اللي هو الرئيس بيسمع لمين؟ مين مستشاريه؟ مين اللي بيتكلم معاهم؟ حته انه يسمع ويرد ويبقى فيه يعني يقول لك ايه، هو متقبل خلفيته العسكريه تتقبل الراي الاخر ولا لا؟ شوفي طول عمري زي كثير من المحللين والباحثين بننتقد بشده ان الدوله المصريه، ان رئيس الجمهوريه ليس حوله عدد كافي من الكوادر والقيادات والخبرات في كافة المجالات اللي هم يرشدوا القرار السياسي. نعم. وقرار رئيس الجمهورية. أنا متهيألي أن اللي حصل في هذا المؤتمر ممكن يكون نقلة مختلفة. وممكن تقول يكون نقلة تساعد أكتر على أن هذا العيب يتم تلافيه. وخصوصا من خلال الحوار في كل القضايا. لأنها فعلا مسألة أوضحت أنه كل قضية من القضايا. الاقتصاد، التعليم، الصحة، السياحة، كل حاجة. المؤتمر كان شامل لكل القضايا العامة الوطنية في مصر. كلها بينت قد إيه إن في أفكار جديدة. أيوه. إن في خبرات كتيرة ممكن تتعمل. تمام. وبالتالي الاستفادة من هذا كله وإن يترجم هذا في يوم ما إلى مزيد من الاغتناء به أو الاستفادة به الخبرات الموجودة في مصر، أنا أعتقد هيبقى خطوة إلى الأمام لا شك فيها. مع الحالة التفاؤلية دي مولاد من تفاؤل تفاؤلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. إن شاء الله. يعني صورة كانت جميلة، المشهد كان حلو، الحضور والكلام، الأهم زي ما قلنا نبني على الكلام ده كله ويكون في نتائج على الأرض إن شاء الله. أنا بشكرك يا دكتور أسامة. أشكرك جدا يا على وجودك وعلى دايما إسرائك للحياة اليوم وللحوار بأفكار يعني يا راقية. شكرا جزيلا دكتور أسامة. بشكر حضراتكم، بكرة يوم جديد في الحياة اليوم، أشوفكم على كل خير بإذن الله تعالى.